يقول: أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لكم كتابا، أليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيد الكتابة كما لا لا يا أخي، أكتب لكم كتابا يعني آمر الكاتب أنه يكتب، فإذا أملى عليه فكأنه كتب. نعم، الرسول كان يحضر الكاتب ويملي عليه، يحضر علي بن أبي طالب، يحضر معاوية بن أبي سفيان، يحضر الكتبة يأمرهم يكتبون. نعم.